السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيضا أيها الأحباب الكرام، سؤال آخر توصلنا به من سيدة تقول: زوجي لا يصوم رمضان، فهل يحق لي أن أطلب الطلاق منه؟ وما حكم الشرع لو بقيت معه؟ هذا مشكل كبير. ابتلينا في السنوات الأخيرة ببعض الشباب وبعض الرجال والأشخاص عموما حتى النساء ممن يؤمنون بالفكر الحر والحرية الفردية، يعتبرون الصيام رمضان شأن شخصي ويتركون الصيام ويفطرون عمدا. هذا مشكل كبير. فهذه السيدة تقول بأن زوجها هذا عنده أفكار ربما تبدو فيها حرية، ولكن هي فيها طيش وتمرد، أنه لا يصوم. أعداد من السيدات سمعت هذه الشكاية، سيدات تقول: زوجي لا يصوم، ربما عنده أفكار وعنده سلوكات، ماذا أفعل معه؟ هل أطلب من الطلاق؟ ما حكم الشرع لو بقيت معه؟ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجيبنا فيقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لأن طلب الطلاق شيء خطير جدا، الأصل بقاء الحياة الزوجية واستمرارها، ولا يشرع الطلاق إلا عند تعذر الوفاق أو حدث أمر فيه بأس شديد. وترك الصيام شهر رمضان هو البأس بعينه، لأن العلماء حكموا على منتهك حرمة رمضان عمدا من غير سبب شرعي، من غير عذر شرعي، ترك الصيام وانتهك حرمته، حكموا والعياذ بالله عليه بالكفر، لأنه أنكر شيئا من الدين بالضرورة. هذا العلماء المتشددين، والعلماء الذين هم يتبنون الخيار الوسطي ورفع الحرج قالوا بالتخفيف، قالوا إنه فاسق ويجب أن يعذر. قالوا: هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي ينتهك حرمة رمضان هو مسلم ولكنه لا يصوم، قالوا هذا فاسق ويجب أن يعذر. ولكن البعض ربما لا يتقبل هذا الحكم، يقول بأنه في عصرنا هذا يتعارض مع الحرية الفردية. لكن السؤال: كيف يمكن للمرأة المؤمنة الطاهرة المستقيمة أن تعيش في وفاق وفي انسجام مع زوج ينتهك حرمة الصيام؟ هذه المرأة عليها أن تعظه، وعليها أن تحاول معه مرارا وتكرارا أن توصيه وتشرح له وتوقظ ضميره لعله يعود، وإلا أنها تبالغ في رفع أكف الضراعة إلى الباري أن يهديه ويهدي قلبه ويصلح حاله ويحبب إليه الإيمان. هذا محروم، هذا لا يظن أنه حر، لا يظن أنه يفهم دون سائر الناس، هذا محروم، هذا عنده حسابات مغلوطة. فعليها أن تصبر معه وتحاول معه مرارا وتكرارا، وتدعو له بالهداية وتدعو له بنور الإيمان لعله يرجع. وفعلا هناك أشخاص كانوا على الضلالة ورجعوا إلى الحياة المستقيمة وغفر الله لهم وصلح أمرهم. فربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.